صلى الله عليه وسلم. هذا آخر سؤال، من عليه دين هل يحج؟ علما بأن أصحاب الدين لم يبايعوه في دفع الدين. إذا كان المال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج إنه يحج، ما إذا كان المال لا يتسع إلا لسداد الدين فإنه لا يحج، بل يسدد الدين الذي عليه لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي لا يقدر على نفقة الحج هذا غير مستطيع. نعم.